ونحن افتتحنا العمل أمس على مستوى المندوبين، وأنا مندوب جزر القمر هنا، وإن شاء الله بعد بكرة يبدأ على مستوى الوزاري، ثم اليوم واحد واثنين على القمة الرؤساء إن شاء الله. ونحن أملنا كبير في أن تنجح هذه القمة ونتفق. لم تنعقد القمة العربية لحوالي 3 سنوات، وهذا عائد إلى الظروف التي كانت تمر بها الدول العربية، أنه مجرد تحديد الجزائر لموعد للقمة وتصميمها على تنظيمها يؤكد أنه لدى الجزائر ولدى بقية الدول العربية الرغبة في أن تتحول القمة إلى مناسبة للم الشمل، وهذا ما يعمل عليه الجميع، والقرارات سوف تكون بهذا الاتجاه. ونحن حاليا يعني خلصنا أجزاء كبيرة من بنود جدول الأعمال، فاضل بعض منها واليوم إن شاء الله نخلصها. طبعا هذه البنود كلها والقرارات يعني جهزناها تعرض على مجلس وزراء الخارجية الذي سيعقد يوم السبت، والذي بدوره بعد ذلك يرفعها إلى القمة لاعتمادها من قبل القادة العرب، وإن شاء الله تكون قمة فعلا قمة لم الشمل. مجموعة قضايا تتعلق بالجانب السياسي، معاهدة التعاون العربي المشترك في مجال الاقتصادي والاجتماعي، وأيضا طبعا قضية فلسطين هي القضية الرئيسية، قضية العرب الكبرى، وأيضا هناك طبعا مسائل تتعلق يعني التنمية المستديمة، المناخ، موضوعة المناخ، وعدد كبير من القضايا حقيقة لا زالت الاجتماعات مستمرة لبلورة القرارات بشأنها. هناك توافق الفضلية الفلسطينية، كل العرب متفقين على يعني أولوية القضية الفلسطينية وعلى دعم الشعب الفلسطيني على أكثر المستوى.